بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 16. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومن عقوباتها أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئا لأن يكون من العلية. فإن الله خلق خلقه قسمين، علية وسفلة، وجعل عليين مستقر العلية، وأسفل سافلين مستقر السفلة، وجعل أهل طاعته الأعلين في الدنيا والآخرة، وأهل معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرة، كما جعل أهل طاعته أكرم خلقه عليه، وأهل معصيته أهون خلقه عليه، وجعل العزة لهؤلاء والذلة والصغار لهؤلاء، كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. بسم الله الرحمن الرحيم. من عقوبات المعاصي أنها تخرج صاحبها عن دائرة المتقين والمؤمنين، تجعله في دائرة السفلة والمنحطين، لأن الطاعة عز ورفعة، والمعصية ذلة وانحطاط. فكيف يرضى الإنسان بأن يخرج نفسه من أهل الطاعة وأهل الرفعة والمنزلة العالية في الدنيا والآخرة إلى منزلة السفلة والأذلة والمهانين في الدنيا والآخرة؟ وهذا فيه آيات كثيرة. ثم إن أهل الطاعة هم أولياء الله، وأهل المعصية هم أولياء الشيطان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وكيف يرضى الإنسان لنفسه هذه المنزلة؟ وإذا أردت أن تعرف هذا فانظر إلى ما حصل على إبليس بسبب المعصية من الذلة والمهانة والطرد والإبعاد، وانظر إلى ما حصل لآدم عليه السلام من الرفعة والكرامة لما تاب إلى الله عز وجل. وهذا شيء واضح. الله جل وعلا يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ويقول: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وجعل الجنة وهي أعلى عليين، جعلها لأهل الطاعة، وجعل النار وهي أسفل سافلين لأهل المعصية. نعم. أحسن الله إليك. فكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجة، ولا يزال في نزول حتى يكون من الأسفلين. وكلما عمل طاعة ارتفع درجة، ولا يزال في ارتفاع حتى يكون من الأعلين. وقد يجتمع للعبد في أيام حياته الصعود من وجه والنزول من وجه. ولكن النفس تحتاج إلى من يأخذ بزمامها، لأنها تريد الشهوات وتريد الكسل. الطاعة ليست بالأمر الهين، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى مداومة. ولذلك قل أهل التقوى وكثر أهل المعاصي، لأن المعاصي تميل إليها النفوس، وأما الطاعة فالنفوس لا تريدها، لأنها فيها مشقة وفيها مخالفة للهوى، وأيضا هي صعود، والصعود صعب إلا على أهل الصبر. وأما المعاصي فهي نزول وانحدار، هذا سهل على النفوس. نعم.
وقد يجتمع للعبد في أيام حياته الصعود من وجه والنزول من وجه. نعم، قد يجتمع للإنسان طاعة ومعصية، يكون فيه ارتفاع من ناحية وفيه هبوط من ناحية أخرى. يعني الناس على ثلاثة أقسام، منهم من هو أهل صعود وعلو دائما وهم السابقون المقربون، ومنهم من هو أهل سفول دائم ونزول دائم وهم الكفار والمنافقون، المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ومنهم من يجتمع فيه هذا وهذا، وهو المؤمن الذي فيه بعض المعاصي. هذا فيه ارتفاع من ناحية الطاعات وفيه هبوط وانخفاض من ناحية المعصية. نعم. وقد يجتمع للعبد في أيام حياته الصعود من وجه والنزول من وجه، وأيهما كان أغلب عليه كان من أهله، فليس من صعد 100 درجة ونزل 1 درجة كمن كان بالعكس. نعم. ولكن يعرضها هنا للنفوس غلط عظيم، وهو أن العبد قد ينزل نزولا بعيدا أبعد مما بين المشرق والمغرب ومما بين السماء والأرض، فلا يفي صعوده 1000 درجة بهذا النزول الواحد، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فأي صعود يوازي هذه النزلة؟ والنزول أمر لازم للإنسان، ولكن من الناس من يكون نزوله إلى غفلة، فهذا إذا استيقظ من غفلته عاد إلى درجته أو إلى أرفع منها بحسب يقظته. ومنهم من يكون نزوله إلى مباح لا ينوي به الاستعانة على الطاعة، فهذا متى رجع إلى الطاعة فقد يعود إلى درجته، وقد لا يصل إليها وقد يرتفع عنها، فإنه قد يعود أعلى همة مما كان، وقد يكون أضعف همة، وقد تعود همته كما كانت. ومنهم من يكون نزوله إلى معصية إما صغيرة أو كبيرة، فهذا يحتاج في عوده إلى درجته إلى توبة نصوح وإنابة صادقة. واختلف الناس هل يعود بعد التوبة إلى درجته التي كان فيها، بناء على أن التوبة تمحو أثر الذنب وتجعل وجوده كعدمه فكأنه لم يكن أو لا يعود، بناء على أن التوبة تأثيرها في إسقاط العقوبة، وأما الدرجة التي فاتته فإنه لا يصل إليها. قالوا: وتقرير ذلك أنه كان مستعدا باشتغاله بالطاعة في الزمن الذي عصى فيه لصعود آخر وارتقاء بجملة أعماله السالفة بمنزلة كسب الرجل كل يوم بجملة ماله الذي يملكه، وكلما تضاعف المال تضاعف الربح، فقد راح عليه في زمن المعصية ارتفاع وربح بجملة أعماله، فإذا استأنف العمل استأنف صعودا من نزول، وكان قبل ذلك صاعدا من علو، وبينهما بون عظيم. قال: ومثل ذلك مثل رجلين يرتقيان في سلمين لا نهاية لهما وهما سواء، فنزل أحدهما إلى أسفل ولو درجة واحدة ثم استأنف الصعود، فإن الذي لم ينزل يعلو عليه ولا بد. وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين الطائفتين حكما مقبولا فقال: التحقيق أن من التائبين من يعود إلى أرفع من درجته، ومنهم من يعود إلى مثل درجته، ومنهم من لا يصل إلى درجته. قلت: وهذا بحسب قوة التوبة وكمالها وما أحدثته المعصية للعبد من الذل والخضوع والإنابة والحذر والخوف من الله والبكاء من خشية الله، فقد تقوى هذه الأمور حتى يعود التائب إلى أرفع من درجته، ويصير بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. فهذا قد تكون الخطيئة في حقه رحمة، فإنها نفت عنه داء العجب وخلصته من ثقته بنفسه وإدلاله بأعماله، ووضعت خد ضراعته وذله وانكساره على عتبة باب سيده ومولاه، وعرفته قدره وأشهدته فقره وضرورته إلى حفظ سيده ومولاه له، وإلى عفوه عنه ومغفرته له،
وأخرجت من قلبه صولة الطاعة، وكسرت أنفه أن يشمخ أو يتكبر بها أو يرى نفسه بها خيرا من غيره، وأوقفته بين يدي ربه موقف الخطائين المذنبين ناكس الرأس بين يدي ربه مستحيا منه خائفا وجلا محتقرا لطاعته مستعظما لمعصيته، قد عرف نفسه بالنقص والذم، وربه منفرد بالكمال والحمد والوفاء، كما قيل استأثر الله بالوفاء وبالحمد وولى الملامة الرجل. فأي نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه ورأى نفسه دونها ولم يرها أهلا لها، وأي نقمة أو بلية وصلت إليه رأى نفسه أهلا لما هو أكبر منها ورأى أن مولاه قد أحسن إليه إذ لم يعاقبه على قدر جرمه ولا شطره ولا أدنى جزء منه، فإنما يستحقه من العقوبة لا تحمله الجبال الراسيات. فضلا عن هذا العبد الضعيف العاجز، فإن الذنب وإن صغر فإن مقابله العظيم فإن مقابله العظيم الذي لا شيء أعظم منه، الكبير الذي لا شيء أكبر منه، الجليل الذي لا أجل منه ولا أجمل، المنعم بجميع أصناف النعم دقيقها وجليلها من أقبح الأمور وأفضعها وأشنعها، فإن مقابلة العظماء والأجلاء وسادات الناس بمثل ذلك يستقبحه كل أحد مؤمن وكافر. وأرذل الناس وأسقطهم مروءة من قابلهم بالرذائل، فكيف بعظيم السماوات والأرض وملك السماوات والأرض وإله السماوات والأرض؟ ولولا أن رحمته غلبت غضبه ومغفرته سبقت عقوبته لتتكتكت الأرض بمن قابله بما لا يليق بمقابلته به، ولولا حلمه ومغفرته لزلزلت السماوات والأرض من معاصي العباد. فقال الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فتأمل ختم هذه الآية باسمين من أسمائه وهما الحليم والغفور، كيف تجد تحت ذلك أنه لولا حلمه عن الجناة ومغفرته للعصاة لما استقرت السماوات والأرض؟ وقد أخبر سبحانه عن بعض كفر عباده أنه تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وقد أخرج الله سبحانه الأبوين من الجنة بذنب واحد ارتكباه وخالف فيه نهيه، ولعن إبليس وطرده وأخرجه من ملكوت السماوات والأرض بذنب واحد ارتكبه وخالف فيه أمره. ونحن معاشر الحمقى كما قيل نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درج الجنان لدى النعيم الخالدي، ولقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوته الأعلى بذنب واحد. والمقصود أن العبد قد يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة وأرفع درجة، وقد تضعف الخطيئة همته وتوهن عزمه وتمرض قلبه، فلا يقوى دواء التوبة على إعادته إلى صحته الأولى فلا يعود إلى درجته، وقد يزول المرض بحيث تعود الصحة كما كانت ويعود إلى مثل عمله فيعود إلى درجته. هذا كله إذا كان نزوله إلى معصية، فإذا كان نزوله إلى أمر يقدح في أصل إيمانه مثل الشكوك والريب والنفاق فذلك نزول لا يرجى لصاحبه صعود إلا بتجديد إسلامه من رأسه. فصل. نعم، هذه مسألة في آخر هذا البحث، وهي أن من حصل منه ذنب ثم تاب منه فهل يعود إلى منزلته قبل أن يفعل المعصية؟ فيه خلاف، ولكن الصواب والله أعلم أن هذا بحسب التوبة. إذا كانت توبته قوية وشعوره بالذنب كبير وندمه على ما حصل كثير فهذا يرجع إلى منزلته أو أعلى منها، والتائب من الذنب
كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم منهم من كان قبل إسلامه كان كافرا عابدا للأصنام، ثم تاب وصار أفضل الناس بعد الأنبياء لصدق توبتهم وقوة إيمانهم. ومن التائبين من تكون توبته ضعيفة، تكون توبته ضعيفة، هذا لا تعود له درجته لأن توبته ضعيفة ولم يأتي بأعمال قوية تقاوم أثر المعصية. غايته أنه ترك الذنب ورجع عنه، لكن لم يأتي بأشياء تعوض النقص الذي حصل، فهذا لا شك أنه لا يرجع إلى درجته التي كانت قبل فعل المعصية، لأنه لم يأتي بأسباب ترجعه إليها. ومن الناس من يسلم من المعصية نهائيا، لكنه قليل، قليل في الناس من يسلم من المعصية، لكن إذا وجد هذا لا شك أنه أفضل وأكمل. نعم. أحسن الله عليك. فصل. ومن عقوباتها أنها تجرئ على العبد من لم يكن يتجرأ عليه من أصناف المخلوقات. نعم، المعصية أيضا من عقوباتها وآثارها على العاصي أنها تجرئ عليه السفلة وتجرئ عليه الأعداء، لأنه لما كانت لأهل الطاعة كان في رفعة ومنزلة وحصن حصين، والمخلوقات تجله وتعظمه، حتى الكفار والعصاة يعظمون صاحب الطاعة ويجلونه شيء في قلوبهم رغما عنهم. أما إذا وقع في المعصية فإن هذا مما يسهل على الأعداء وعلى السفلة التعدي عليه والنيل منه، حتى الدواب وحتى البهائم. نعم. ومن عقوباتها أنها تجرئ على العبد ما لم يكن يتجرأ عليه من أصناف المخلوقات. نعم. فتجترئ عليه الشياطين بالأذى والإغواء والوسوسة والتخويف والتحزين. يعني يفتح على نفسه بابا للشيطان، إذا عصى الله فتح على نفسه بابا للشيطان، فصار الشيطان يوسوس له ويزين له الإكثار من المعاصي والشهوات. أما قبل أن يحصل منه ذنب فإنه قد سد الباب على الشيطان. نعم. وإنسائه ما به مصلحته في ذكره ومضرته في نسيانه، فتجترئ عليه الشياطين حتى تؤزه إلى معصية الله أزا، كما قال تعالى: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تدفعهم من المعاصي والكفر والشرك، لأنهم ليس عندهم منعة. نعم. وتجترئ عليه شياطين الإنس بما تقدر عليه من أذاه في غيبته وحضوره. ولذلك لا تجد شياطين الإنس يأتون إلى أهل الطاعة المستقيمين، بل ينفرون منهم، وإنما يأتون إلى أهل المعاصي. تجد السفلة والعصاة والفسقة إنما يأتون إلى العصاة ولا يأتون إلى أهل الطاعات. نعم. ويجترئ عليه أهله وخدمه وأولاده وجيرانه حتى الحيوان البهيم. نعم. قال بعض السلف: إني لا أعصي الله فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي. تستعصي عليه امرأته، تستعصي عليه الدابة التي يركبها. نعم. وكذلك يجترئ عليه أولياء الأمر بالعقوبة التي إن عدلوا فيها أقاموا عليه حدود الله. وتجترئ عليه نفسه فتتأسد عليه وتستصعب عليه، فلو أرادها لخير لم تطاوعه ولم تنقد له، وتسوقه إلى ما فيه هلاكه شاء أم أبى. وذلك لأن الطاعة حصن الرب تبارك وتعالى الذي من دخله كان من الآمنين،
فإذا فارق الحصن أجترى عليه قطاع الطريق وغيرهم، وعلى حسب اجترائه على معاصي الله يكون اجتراء هذه الآفات والنفوس عليه، وليس له شيء يرد عنه. فإن ذكر الله وطاعته والصدقة وإرشاد الجاهل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقاية ترد عن العبد بمنزلة القوة التي ترد المرض وتقاومه، فإذا سقطت القوة غلب وارد المرض فكان الهلاك، فلا بد للعبد من شيء يرد عنه. فإن موجب السيئات والحسنات تتدافع ويكون الحكم للغالب كما تقدم، وكلما قوي جانب الحسنات كان الردي أقوى أحسن، وكلما قوي جانب الحسنات كان الرد أقوى من كما تقدم. فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، والإيمان قول وعمل، فبحسب قوة الإيمان يكون الدفع، والله المستعان. فصل. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عنهم العدو، يدافع عنهم أيضا المعاصي والمخالفات وكل ما يضرهم، فإن الله يدافع عنهم بإيمانهم، والإيمان قول وعمل واعتقاد، هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. ومن عقوباتها أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، فإن كل أحد يحتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده، وأعلم الناس يعرفهم بذلك على التفصيل، وأقواهم وأكيسهم من قوي على نفسه وإرادته فاستعملها فيما ينفعه وكفها عما يضره. وفي ذلك تفاوتت معارف الناس وهممهم ومنازلهم، فأعرفهم من كان عارفا بأسباب السعادة والشقاوة، وأرشدهم من آثر هذه على هذه، كما أن أسفههم من عكس الأمر. والمعاصي تخون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا العلم وإيثار الحظ الأشرف الغالي الدائم على الحظ الخسيس الأدنى المنقطع، فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم وعن الاشتغال بما هو أولى به وأنفع له في الدارين. فإذا وقع في مكروه واحتاج إلى التخلص منه خانه قلبه ونفسه وجوارحه، فكان بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الصدأ ولزم قرابه بحيث لا ينجذب مع صاحبه إذا جذبه، فعرض له عدو يريد قتله فوضع يده على قائم سيفه واجتهد ليخرجه فلم يخرج، فدهمه العدو وظفر به. كذلك القلب يصدأ بالذنوب ويصير مثخنا بالمرض، فإذا احتاج إلى محاربة العدو به لم يجد معه شيئا، والعبد إنما يحارب ويصاول ويقدم بقلبه، والجوارح تبع للقلب، فإذا لم يكن عند ملكها قوة يدفع بها فما الظن بها عند عدم ملكها عند عدم ملكها، فما الظن بها عند عدم ملكها. وكذلك النفس، فإنها تخبث بالشهوات والمعاصي وتضعف، أعني النفس المطمئنة، وإن كانت الأمارة تقوى وتتأسد، وكلما قويت هذه ضعفت تلك، فيبقى الحكم والتصرف ويقبق الحكم والتصرف للأمارة، وربما ماتت نفسه المطمئنة موتا لا يرتجى معه حياة. النفوس ثلاثة كما في القرآن: نفس أمارة بالسوء، ونفس لوامة، ونفس مطمئنة، هذه أعلاها، النفس المطمئنة هي أعلاها، يليها النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على المعصية، وأحطها النفس الأمارة بالسوء. الإنسان يشوف نفسه مع أي الأنواع هذه، هل هي أمارة أو لوامة أو مطمئنة. نعم. وربما ماتت نفسه المطمئنة موتا لا يرتجى معه حياة،
فهذا ميت في البرزخ غير حي في الآخرة حياة ينتفع بها، بل حياته حياة يدرك بها الألم فقط. والمقصود أن العبد إذا وقع في شدة أو كربة أو بلية خانه قلبه ولسانه وجوارحه عما هو أنفع شيء له، فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله تعالى ولا الإنابة إليه والجمعية عليه والتضرع والتذلل والانكسار بين يديه، ولا يطاوعه لسانه لذكره، وإن ذكره بلسانه لم يجمع بين قلبه ولسانه، فينحبس القلب على اللسان بحيث يؤثر الذكر، ولا ينحبس القلب واللسان على المذكور، بل إن ذكر أو دعا ذكر بقلب لاه ساه غافل، ولو أراد من جوارحه أن تعينه بطاعة تدفع عنه لم تنقد له ولم تطاوعه. وهذا كله أثر الذنوب والمعاصي، كمن له جند يدفعون عنه الأعداء فأهمل جنده وضيعهم وأضعفهم وقطع أخبارهم، ثم أراد منهم عند هجوم العدو عليه أن يستفرغوا وسعهم في الدفع عنه بغير قوة. هذا وثم أمر أخوف من ذلك وأدهى منه وأمر، وهو أنه يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله، فربما تعذر عليه النطق بالشهادة كما شاهد الناس كثيرا من المحتضرين أصابهم ذلك، حتى قيل لبعضهم قل لا إله إلا الله، فقال آه لا أستطيع أن أقولها، وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، فقال شاه رخ غلبتك ثم قضى. يعني يلعب الشطرنج والنرد، عند الموت غلب عليه ذلك، بدل يقول لا إله إلا الله صار يذكر اللعبة التي يلعبها. نعم. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، فقال يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جابي، ثم قضى. هذا مشغول بالشهوات وملاحقة النساء والنظر إليهن، فلم يستطع أن يقول لا إله إلا الله عند الموت، بل صار يردد الغزل، يردد الشعر الغزلي. نعم. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، فجعل يهدي بالغناء ويقول تاتنا تنتنا حتى مات. نعم، مشغول بالغناء واللهو والطرب، عند الموت صار يهذي به. نعم، ختم له به. نعم. وقيل لآخر ذلك فقال ما ينفعني ما تقول، ولم أدع معصية إلا ركبتها، ثم مات ولم يقلها. وقيل لآخر ذلك فقال وما يغني عني، وما أعرف أني صليت لله الصلاة، ولم يقلها. وقيل لآخر ذلك فقال أنا كافر بما تقول، ولم يقلها وقضى. وقيل لآخر ذلك فقال كلما أردت أن أقولها ولساني يمسك عنها. وأخبرني من حضر بعض الشحاذين عند موته فجعل يقول لله فلس لله فلس لله حتى قضى. وأخبرني بعض التجار عن قرابة له أنه احتضر وهو عنده وجعلوا يلقنونه لا إله إلا الله، وهو يقول هذه القطعة رخيصة، هذا مشترى جيد، هذا كذا، حتى قضى. وسبحان الله، كم شاهد الناس من هذا عبرا، والذي يخفى عليهم من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم. فإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد تمكن منه الشيطان واستعمله فيما يريده من معاصي الله، وقد أغفل قلبه عن ذكر الله وعطل لسانه عن ذكره وجوارحه عن طاعته، فكيف الظن به عند سقوط قواه واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النزع؟ وقد جمع الشيطان له كل قوته وهمته، وحشده
عليه بجميع ما يقدر عليه لينال منه فرصته، فإن ذلك آخر العمل، فأقوى ما يكون عليه شيطانه ذلك الوقت، وأضعف ما يكون هو في تلك الحال، فمن ترى يسلم على ذلك؟ فهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، فكيف يوفقون لحسن الخاتمة؟ يثبتهم بالقول الثابت عند الوفاة، يعني يقول لا إله إلا الله، ويثبتهم بالقول الثابت في القبر عند السؤال، سؤال الملكين، حياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، فلا يستطيعون أن يقولوا لا إله إلا الله عند الموت، ولا يستطيعون أن يجيبوا الملكين، بل يقول ها ها لا أدري. نعم. فكيف يوفق لحسن الخاتمة من أغفل الله سبحانه قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا؟ فبعيد من قلبه بعيد عن الله تعالى، غافل عنه، متعبد لهواه، أسير لشهواته، ولسانه يابس عن ذكره، وجوارحه معطلة عن طاعته، مشتغلة بمعصيته، بعيد عن هذا أن يوفق للخاتمة بالحسنى. ولقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين، وكأن المسيئين الظالمين قد أخذوا توقيعا بالأمان، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون؟ سلهم أيهم بذلك زعيم. كما قيل: يا آمنا مع قبح الفعل منه أهل أتاك توقيع أمن أنت تملكه، جمعت شيئين أمنا واتباع هوى، هذا وإحداهما في المرء تهلكه، والمحسنون على درب المخاوف قد ساروا، وذلك درب لست تسلكه، فردت في الزرع وقت البدر من سفه، فكيف عند حصاد الناس تدركه؟ هذا وأعجب شيء فيك زهدك في دار البقاء بعيش سوف تتركه، من السفيه إذن بالله أنت أم من السفيه إذن بالله أنت أم المغبون في البيع غبنا سوف يدركه؟ فصل. يكفي. السلام عليكم. اللهم